القرآن والسنة من وجهة نظر ابتسام؟ القرآن والسنة؟ لا، جميع الديانات أنا ما عنديش مع الديانات. زعما كلش كيبغي يقول لي القرآن، السنة، الإسلام. لا، أنا ديما كنكتبها يوميا ومكتوبة. صباح الخير. قريتي القرآن؟ قريت ما تنعرفو مزيان. تنعرف لي تخوا ان توكا الديانات ديال، تنعرف لا بيبل والتوراة والقرآن. وما يمكنليش جوستومون نتكلم على شي حاجة وأنا ما قريتش عليها ولا ما يمكنش. دونك أنا غنعاود نقولها، ما عنديش مع الديانات، ما عنديش مع الأديان، ما عنديش مع هاد لي زيديولوجي. وكنهضر عاوتاني على زيديولوجي، حيت الناس عاوتاني غيمشيو غلط. بحال ملي تكلمنا قبيلة على النساء وعلى النقاب ولا على الحجاب إتسيتيرا، دونك أنا كنتكلم على إيديولوجي ولا كنتكلم على شي نظام إتسيتيرا، ما كنتكلمش على الأشخاص.